اهلا بيكم معانا من الفاصل، وجينا بقى دلوقتي لفقره لذيذه جدا. طبعا مفيش بنت ما بتحبش الميك اب، كلنا بنعشق الميك اب والالوان والحركات، ونقعد ننزل نصرف فلوسنا كلها على الميك اب وما نستخدمهاش كلها، ونرجع نقول عايزين جديد برضو، عايزين الوان مختلفه، وننزل نشتري عادي جدا جدا جدا، ونلاقي دولابنا ده مليان ميك اب انت كده مش عارفين نعمل فيه ايه، ونصرف ونصرف. طب احنا ممكن على فكره نعمل ميك اب سهل قوي في البيت بمكونات موجودة عندنا في البيت، وتكون صحية أكتر على بشرتنا. تخيلوا بقى، هنتعلم ده النهاردة إن شاء الله مع الأستاذة رنا هشام. إزاي؟ الحمد لله، أنت عاملة عاملة إيه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. الكل. بصي، النهاردة أنا حبيت نعمل شوية الميك اب اللي هو بتاع الصيف. البنات واحنا نازلين على البحر، يعني نازلة تفطري الأول مثلا قبل ما تروحي البحر، تبقى عايزة شكلك يبقى كده لطيف، فهنعمل شوية حاجات كده بسيطة، حاجات طبيعيه وكمان هتفيد، يعني بدل ما نحط حاجات تضر بشرتنا لا هتفيدنا. تمام، حلو قوي، ممتاز. بصي، اهم حاجه البيبي كريم. البيبي كريم ده عامل زي الساند بلوك، بس بيدي يعني اوقات مثلا لو بشرتك مرهقه او حاجه بتبقي عايزه كانك حاطه فاونديشن، بس هو مش فاونديشن، فاحنا هنعمل بيبي كريم طبيعي. تمام، وممكن كمان نضيف له لون على اساس لو بشرتك شحبه او باهته او حاجه يديلك كده نضاره. اول حاجه نحط جل صبار معلقه كبيره، طبعا برضو بتعمليها على حسب الكميه اللي انت محتاجاها. بعدين اي كريم مرطب عندك اللي بتستخدميه لبشرتك. ده اول حاجه بفكركم، ده الميك اب الخفيف اللي مصيف مثلا او حاجه، بعدين بيستحمل طبعا برضو الشمس وكده. طبعا هو اصلا مكوناته فيه الساند بلوك وجل صبار، اصلا ده عامل زي البرايمر للبشره، حلو قوي ومفيد، وكمان بيحافظ على رطوبه البشره. انت عارفه في الصيف الجو حر وبتبقي لازم على طول ترطبي بشرتك. واحده واحده، انت حطيتي الاول جل صبار، بعد كده كريم مرطب. كريم مرطب العادي اللي بتستخدميه، الاول اللي هو اللي بتاع البشره بتاعك. تمام، والسان بلوك بتاعك بس كده. والسان بلوك يفضل ايه بقى، اس بي كام؟ ما هو ماكسيموم اصلا ال 50، يعني على حسب انت، ما فيش اعلى من ال 50. البنات اللي مش عايزه تسمر قوي ممكن تستخدم بقى الدرجه المناسبه ليها، يعني اللي مش عايزه تسمر تستخدم الدرجه ال 50، اللي عايزه تسمر ممكن في 15، في اقل من 50 تقدر تستخدم. تمام. بصي، انا عن نفسي بحبه يبقى تنت، يعني يبقى كاني اللي هو عامل فاونديشن كده، او يعني كانك حاطه فاونديشن بس خفيفه، بنحط نقطه واحده من الفاونديشن، نقطه واحده هو هيلون اصلا بس كده. بصي، رجعي الحاجات دي لورا شويه علشان يعرف يجيب الكاميرا بالظبط كده. شكرا شكرا. يبقى بنحط عليه نقطه واحده من الفاونديشن. بصي اصلا بقى لونه عامل ازاي، ممكن تتقليه بقى، عايزه يبقى اتقل ممكن تتقليه، بس انا بحبه يبقى خفيف بحيث هو ميكس حلو كده، مرطب وفي نفس الوقت فيه برايمر اللي هو جل الصبار، هيحمي بشرتك وكمان يعني هيديكي شويه نضاره كده، عشان لو عايزين صبح يبقى شكلنا لطيف. حلو، ماشي. طيب، دي اول وصفه. اوكي، بعدين نعمل جل الحواجب. جل الحواجب برضو هنستخدم جل صبار. تمام، وهناخد اي اي شادو بني. طبعا عندنا باليتات كتير بيبقى فيها الوان، ما بنبقاش ايه، بنستخدم جزء ونسيب جزء بالزبط. فنقدر نستخدمه بقى. يبقى طبعا اللون المناسب لحواجبك لون بني غامق مثلا، ما هو لو اسود يبقى اسود. بصي، انا ما بفضلش الاسود قوي، يعني حتى لو شعرك غامق ما تحطيش اسود. الاسود يعني انت لون شعرك اسود، انت حاطه حواجب هو بني غامق. بني غامق يعني انا مش اسود، هو بس ارجوكوا ابعدوا عن الحمار، ما يبقاش حواجبكوا حمراء او فيها بني محمر عشان خاطري، ركزوا ماشي. وبنتقل برضو على حسب الدرجه، عايزه خفيف. لو انت يعني شعرك بني فاتح بلوند ما تتقليش. انت جايبه باليتة خطيره جديده، انت بتعملي منها البني. قلبي مش قادره، قلبي لا يتحمل. بصي، الحلو في الوصفه دي ان هو ثابت بطريقه حلو جدا. انا عن نفسي بستخدمه مش بس في المصيف، يعني انا لما بتزنق كده الجل بتاعي بيخلص بعمله. انا بس هجربه واسيبه يبقى جل صبار مع بودره اي شادو لون الحواجب. بالظبط، تخلطوهم مع بعض وبتحطوه بعد كده على الحواجب. بيثبت قد ايه؟
سيبيه بس ينشف وبعدين هتلاقي اللون ثبت. بس انا عامله خفيف. طيب يعني انت حاطاه دلوقتي وهنشوف مع بعض بس يثبت. يثبت قد ايه؟ بيتحط طبعا في حاجه محكمه ما بينشف، مش بينشف صح؟ ممكن اه ممكن اصلا دي ممكن تعمليها كمان ماسكارا، يعني لو البنات مش قادره او البنات لسه مبتدئه مش بتعرف ترسم حواجبها ممكن تجيب ماسكارا فاضيه وتفضي الوصفه دي فيها وبفرشه الماسكارا تمشط حواجبها بدل ما تقعد ترسم بالفرشه دي. حلو هيبقى اسهل يعني. نشوف اللي بعده. تالت وصفه. بصي هنعمل احنا بنحب ايه الصبح؟ حطينا خلاص البيبي كريم فبشرتنا بقى فيها شويه نضاره، طبعا لازم التنت والخدود طبعاً المورده طبعاً. والشفايف المورده تمام. فهنعمل ايه؟ هناخد نقطه من الجلسرين. الجلسرين ماده مثبته هو والجل الالوفيرا. الوفيرا يعني ده جلسرين. جلسرين اوكي. وهتحطي عليه الوفيرا. لا مش هحط الوفيرا، الجليسرين او جل الصبار بستخدمه في الوصفات اللي هي يعني هي تعتبر ماده مثبته لاي حاجه انت عايزاها. عشان ده الوان طعام وايه هيبهدلنا. ده الوان طعام عادي جل. بتكتري على حسب الدرجه اللي جل او سائل. ده ميه سائل. في الباودر، في دم الغزال، في بس انا يعني دول بيبقوا درجة ثباتهم قوية. بصي الحاجات سهلة قوي ما فيهاش حاجة. اوكي مع معلقة بس مية. استني. قولي تاني خلطتيه بإيه؟ أنتِ خلطتي اللون جليسرين. جليسرين مع ألوان طعام. تختاري بقى اللون طعام. في مثلا بنات ورد ولا إيه اللي حطيتيه؟ مية عادية، ممكن تحطي مية ورد، ممكن تحطي ماء المقطرة اللي هي من الصيدلية. يفضل يعني في الوصفات لما بزود ميه على اي حاجه بحب تبقى الميه تبقى مقطره اللي هي عشان تبقى مطهره اكتر. الحلو في ده انه برده تقدري تحطيه في اي علبه. برده انت عارفه اصلا في انواع تنت اللي هي بتبقى يعني من الانواع كمان الغاليه المعروفه بتبقى ليكويد سائل كده وبتاخدي منها برده شويه صغيرين كده تحطيها على الايد شايفين. بس وتسيبيها برضو. ايوه اثبتي وبصي اعملي برضو الكاميرا للكاميرا هناك عشان بس ايه هيجيبوا عليكي الوقت ده. ايوه كده اهد بقى عليها بيثبت شايفين اهو جامد جدا بيدي حمار كده فبيتحط ده ثابت. فعلا اللي هو عملته في الحواجب في الاول ثابت على ايديها اهو والتنت. يبقى كده عملنا اول حاجه الكريم الاساس اللي هو بيحمي من اشعه الشمس الضاره وثابت في نفس الوقت وبيدينا اللون خفيف كده يدي نضاره. وعملت للحواجب بشكل طبيعي واللي هي عملته ده يكفي كتير قوي.